يعني نرجو الخير. الصخرة وين بينها باللي تتجاوز ال 60 كيلو متر مربع، طبعا 50,000 نسمة تقريبا. خط الطواري طبعا احنا نبلش في بداية فصل الشتاء تجهيز آلياتنا على أكمل وجه، سواء جرافات أو التركتورات، ماتورات الرش تكون جاهزة على أكمل وجه. أيضا الكادر الوظيفي من ناحية العمال والموظفين المراقبين، الكل بيكون على أهبة الاستعداد لمثل هذه الظروف الجوية التي تمر في البلاد أثناء فصل الشتاء. نقوم في استئجار آليات حسب الضرورة وحسب الحاجة، خاصة أثناء تساقط الثلوج. يعني وصل حد استئجارنا الآليات في العام الماضي 25 آلية من جرافات وبلدوزرات. المناطق المنخفضة التي يحدث فيها السيول، المناطق التي يكون فيها هناك مزارع دجاج، مخابز، مرضى، هذه تكون أولوياتنا بأي ظرف جوي يعصف في المنطقة. ارتفاعها عن سطح البحر ما يتجاوز 1200 متر، لذلك هي أكثر المناطق عرضة لتساقط الثلوج. وهذا يعني نعود للسنين السابقة كانت تتجاوز المتر والمتر ونصف والمترين في بعض المواقع تراكم الثلوج. الحقيقة البلدية بالتشارك مع أكثر من منظمة أجنبية وبدعم كمان من وزارة الشؤون البلدية قامت بعمل عدة مشاريع للمواطنين. بداية قمنا بالمشاركة مع منظمة أجنبية تسمى منظمة ميرسي كور بعمل حديقة وملعب سداسي لأبناء المنطقة. أيضا قمنا بدعم من وزارة الشؤون البلدية بطرح أكثر من عطاء خلطة ساخنة لبلدية الجنيد صخرة عبين عبلين، أيضا توفير وحدات إنارة، قمنا بتوفير أكثر من 300 وحدة إنارة. أيضا تم طرح عطاء مدينة حرفية ب30 مخزن وتم تأجيرها. أيضا المرحلة الثانية من عطاء المدينة الحرفية لأكثر من 35 مخزن طرح وقيد الإنجاز. أيضا مدينة صالة قاعة مؤتمرات وصالة أفراح تم طرحها والمرحلة الأولى وعلى وشك الاستلام المرحلة الأولى، وهناك مرحلة أخرى لطابق آخر أيضا لهذه الصالة. هناك ما يعيق الحركة هي خروج المواطنين في آلياتهم أثناء الثلوج أثناء الأمطار، هذا يعمل عائق أساسي لمرور الجرافات والبلدوزرات، وتسبب في الأعوام السابقة في حوادث حقيقة نتجت عن تصرفات المواطنين الذين يقومون بالخروج بآلياتهم بدون أي سبب بدون أي داعي في أثناء تساقط الثلوج والأمطار. قامت منذ 4 سنوات في هذه الدورة خاصة ببناء جدران السنادية في المناطق المنحدرة في المناطق تجمع المياه، وقمنا أيضا بعمل تصريف للمياه باتجاه الوديان لكون منطقتنا لا يوجد بها سد، لذلك هذا ما دفعنا لسحب هذه المياه بالتساعد مع الدفاع المدني لسحب هذه المياه من هذه المواقع وإخراجها.